عاجل، عبد الملك الحوثي يفتح النار على الشرعية عقب بيان رباعي بشأن اليمن، وهذا ما قاله. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. فتح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي اليوم النار على الشرعية غداة بيان رباعي بشأن اليمن، حمل الحوثيين مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية ورفض وقف إطلاق النار. ونقل القيادي الحوثي وعضو وفد الحوثيين إلى مفاوضات السلام عبد الملك العجري في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر عن أن عبد الملك الحوثي قال إن الشرعية عنوان لكل الأعمال غير الشرعية على حد تعبيره. وأشار إلى أن تعليق الحوثي جاء أثناء حديث بينه وبين رئيس وفد الحوثيين للمفاوضات محمد عبد السلام عما يمارس من حصار وتجويع وإجراءات تعسفية بحق الشعب اليمني تحت عنوان الشرعية. وكانت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا حذرت من خطورة الوضع الإنساني في اليمن، محملين الحوثيين المسؤولية عن رفض وقف إطلاق النار.